عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة يوميات سيدتي. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وفكرة جديدة. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد لاطارت اللي كتجي باردة، خصوصا مع هذا الجو الحار. احنا ما غيحسوا به غير الناس ديال فاس، اللي حقيقة يعني واحد درجة ديال الحرارة مرتفعة جدا، لدرجة أننا مكناش كنستحملو يعني حتى ناكلو الماكلة العادية، خصنا كل حاجة تكون باردة. كنشوفو ما أمكن نديرو انطاخت باردة، بحكم أن الكيك العادي مبقاش كيتكال، أنا بعدا شخصيا مبقاش كيتكال لي في الدار بزاف، يعني خصنا شي حاجة لي تكون باردة لي منعشة. ألوغ في هاد الجو هذا إن شاء الله قلت غادي ندير واحد الكيك اللي كتجي باردة وفي نفس الوقت بسيطة وبمكونات جد بسيطة، ما محتاجينش بزاف ديال يعني ديال المقادير باش ندير واحد الحاجة اللي تكون زوينة وفي نفس الوقت لذيذة. بالنسبة للمكونات إن شاء الله عندي هنايا كاس ديال الدقيق الأبيض، دائما كندير بقياس العنبة، قدروا نوصلوا حتى لكاس ونص على حساب هي ديال الدقيق. عندي نصف كاس ديال سنيدة، نصف كاس ديال الحليب، ونص كاس كذلك ديال الزيت. الى لاحظناها فينا انهم تقريبا المقادير نصف المقادير ديال الكيك العاديه اللي كناخذو. عندي كذلك تما واحد المعلقه ونص ديال بودره الكاكاو المر، واحد جوج بيضات اللي متوسطين يعني ما كبارش وفي نفس الوقت ماشي داك الصغيورين كاع. عندي خماره وحده، وهنايا بالنسبه للفاني غادي ندير غير واحد شويه منه، يعني نصف الكميه كما قلت دائما. الوغ نبداو على بركه الله. اول حاجه غناخذ البيض اللي غادي نديرو في واحد الاناء اللي غنخدم فيه الكيك، غندير كما قلت نصف كميه ديال الفاني، نصف كاس ديال سنيدة، وغادي نطربهم مزيان يعني بنفس الطريقة اللي كنديرو الكيك. الوغ كيما شفنا هنايا بعد ما طربنا البيض مع سنيدة والفاني غادي نزيد الحليب. بغيتوها تجي يعني الكيك مفشفشه واحد شويه كما كنقولوا يعني رخوه، ندير فقط نزيد واحد جغيمه ديال واحد نص معلقه ديال ولا معلقه ديال صغيره ديال الخل. الوغ كذلك الزيت، وغنعاود نطربهم مره اخرى. هكذا بعد ما طربت المكونات بقاو لي غير النواشف اللي هما يعني الدقيق والكاكاو. الو غادي نغربلهم هنا، غادي ندير داك الكاس ديال الدقيق كله، وبحال ديما هنا غادي نستغنى على الطراب الكهربائي وغنستعمل فقط اليدوي. كذلك داك الكميه ديال الكاكاو هذاك البيض، وغادي نبدا نخلط الجميع هكذا غير بيدي. كما قلت بالنسبه للدقيق نقدروا نوصلوا حتى لكاس ونص ديال الدقيق على حساب النوعيه. كما كتشوفوا هنا مازال جاري، غادي نزيد واحد شويه دي. هنا عندي نص كاس ديال الدقيق، غادي نزيد غير شويه منه ما نكملش حتى نشوف واش يبقى مازال خاصني، وغادي ندير الخماره كذلك. يعني هنا درت ربع كاس ديال الدقيق، يعني النص ما كملتوش، تنشوف واش مازال خاصني ولا بركه.
شوي شوي. الوغ هنا كما قلت كاس ونص ديال الدقيق، راني ما كملتوش يعني 100 غرام، راه اللي بغى يوزنها يوزنها، واللي بغى راه واحد الكاس وربع، كاس وثلث ديال الدقيق راه كافيه. اذا انا خديت المول ديالي اللي غندخل للفران. هنا المول ديالي بعد ما رشيته دهنته بالزيت ورشيته بالطحين، صافي غادي ندير الخليط اللي عندي هنايا. الو كيما هنا المكونات كيما قلت فقط نصف المكونات ديال الكيكه عاديه، حيت حنا ما بغيناش الكيك تجي طالع ومنفوخ بزاف، درنا غير نصف ديال المكونات، حيت غيكون عندنا طبقه ثانيه هي اللي غادي تكون بارده، وهي اللي غادي تخلي هذا الكيك ديالنا يكون منعش وبارد يعني، ويتستهلك لنا في هذا الحراره اللي ما بقيناش كيما قلت كنقدو ناكلو في خاطرنا. شفتوا العجين ديالنا راه يعني رخو، ما قاصحش بزاف. صافي غادي نشعل الفران وغادي ندخلو يطيب بطريقه عاديه بحال اللي كنطيبو الكيك العادي. اذا هذا هو الكيك ديالنا بعد ما خرجته من الفران. اذا عندي هنايا موجوده نسكافيه اللي غليتها بالماء، يعني قهوه سريعه الذوبان. دابا غادي ندوز نسقيها. انا بالنسبه للفران شعلته من الفوق ومن التحت باش ما تنفختليش الكيك، اوكي، يعني درت الفران مشعول من الجهه الفوقانيه وكذلك من الجهه التحتانيه. غادي ناخذ واحد الفرشاه بهذا الشكل وغادي نبدا نثقبو هكذا بحال اللي كنديرو العجين ديال البيتزا ولا الكيش. معليش واخا يتهرسنا هكذا، يعني واخا يتهرس ولا يتشوى الوجه ديالو ماشي مشكل، بحكم اننا غادي يكون مغطي يعني هاد الجهه هادي، وهي نحاولوا نثقبوه مزيان. باش من نكبو عليه يعني القهوة ديالنا يفزك، باش يجينا هشيش مع خصوصا هاد الجوانب، حيت هما اللي كيكونوا رقاق وفي نفس الوقت كيكونوا قاصحين. انا كما قلت تخبتو مزيان بهاد الشكل هكا، وغادي نبدا نسقيه كما قلت بالنسكافيه بالماء، يعني بقهوه سريعه الذوبان اللي ذوبتها مع شويه ديال اللي طيبتها مع شويه ديال الماء بهذا الشكل هكا. ودابا غادي نحطو جانبا وغادي ندوز نشوفو مجموعين المقادير ديال الطبقة الثانية، يعني الطبقة الثانية اللي انا فايت كنت وجدتها معكم ديسير ولكن ما كنتش درت فيها النشا، واليوم ان شاء الله غادي نديرها كطبقة الكيك اللي فيها. بالنسبة للطبقة هذه غادي نحتاج لها يطرو ديال الحليب، عندي جوج ديال الفلان ديال الشكلاط، واحد ثلاثة المعالق انا درت هنايا ديال السكر سنيدة، شويه ديال الشكلاط اللي انا حكيته بهذا الشكل هكا باش ما يهرسليش مولينكس. عندي هنايا كذلك، عندي هنا كذلك بقايا ديال الكيك اللي فايت لي وجدتو يعني كيما قلت ما تكالش، الوغ ما رحتوش، درتو الساشي ودرتو في الفريكو. عندي هنايا شويه ديال يعني قهوه سريعه الذوبان، كذلك عندي هنا النشا واحد جوج معلقات ديال النشا، وعندي بنانة. الوغ هادو هما المقادير، يعني مختلفة نوعا ما على
لا اللي فايت درت. غادي ناخد الفلون ديالي اللي غادي نديرو في واحد الزليفه، يمكنكم كذلك تزيدوا واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو. اذا هنا قلت غادي ندير الفلون، غنطيبوا الفلون ديالنا بشكل عادي، غنزيدوا عليه سنيده. الوغ كيما قلت هنا بامكانكم تستغناو على البنانة ملك والنشا وديروا القشده الطريه. انا فعلت القشده الطريه، درت هاد درت هاد الدسير هذا حيت انا فايت لي وجدته وجا عاقد، اليوم ان شاء الله فقط زدتو شويه النشا باش يعقد اكثر بحكم ما غيكونش دسير في زليفات، وانما غادي نديرو يعني كطبقه للكيك درت النشا باش يزيد يعقد لي اكثر، وزدت عليه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان هذيك فقط باش نسموها. اذا كما قلت غناخذ الحليب ديالي وهو بارد هكذا، غادي نزيد عليه داك الفلون وسنيده، وغادي نديرو فوق البوطه يطيب بطريقه عاديه يعني حتى يغلي، سخن مزيان نشوفو بدا كيغلي وغادي نحبسو باش نرجعو نكملو الوصفه ديالنا ان شاء الله. اذا في انتظار ان الحليب وان الفلون ديالنا يوجد، صافي غادي ناخذ داك الكميه ديال الكيك اللي عندي غادي نديرها في الخلاط يعني مولينكس، حاول ما امكن فتتها هكا شويه. هنا بالنسبه للكيك بامكانكم طبيعه الحال ديروا اي كيك عندكم ولا حتى بسكويت يعني اللي كنشريو من الحانوت الماريا ولا غيره. كذلك غادي نزيد عليه داك البنانة وغادي ندير داك الشكلاط ديالي اللي كما قلت حكيت من قبل. غنزيد كاع المكونات هنايا داك القهوة سريعة الذوبان وكذلك النشا واحد المعلقة ونص عندي هنا، بامكانكم ديرو حتى اكثر يعني هادي الوظيفة ديالها انها غتزيد تعقد لنا الخليط ديالنا. وهذا الفلون ديالنا بعد ما وجد غنبدا نكب شوية بشوية ونخلط. هكا الخليط ديالنا هو واجد، بقات كمرحله اخيره انا نكبو على داك الكيك بهذا الشكل هكذا. كتزيين في الداخل ديالو انا كبيت غير نصف الكميه، غناخذ هاد الحبيبات ديال الشكلاط اللي كنديرو في الكوكيز وغنحاول نديرهم هكذا من الداخل، وغادي نكمل النصف نكمل الباقي ديال الخليط عندي. وهكذا ما بقى لي الا نغطيها، انا غنغطيها بهذا السينيه هذه باش ما يدخلهاش يعني الرائحه، وغادي ندير شي حاجه من الفوق وصافي غادي ندخلها للثلاجة يعني تتبرد مزيان مزيان، نخليوها حتى لربعة ديال الساعات تبرد لنا مزيان ويتشد داك الخليط ديالو يشد راسو مزيان، ونتلاقاو ان شاء الله في الطريقه ديال التزيين. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بعد ما وجدات، كما قلت لكم خليتها واحد 4 ساعات في الثلاجه. انا زينتها بهذا الشكل هكا غير فيرميسال ديال الشوكولا اللي دردرت هكا من الجناب. اذا هذه هي الكيكه ديالنا بعد ما وجدات، هذا هو الشكل النهائي ديالها. انا زينتها بهذا الشكل هكا خفيف ظريف يعني درت فيرميسال شوكولا هكذا من الجناب طريفات ديال القرقاع. بطبيعه الحال التزيين كيبقى اختياري، بامكانكم تزينوها بالشكل اللي بغيتو بالطريقه اللي بغيتو. نقطعو طريف من الكيك نشوفوه كيفاش جا. اذا كتجي بهذا الشكل هكذا، فانتوما كتشوفوا الطبقه الثانيه كتجي عقده والكيك يعني مسقي مزيان.
نتمنى هذه الفكرة تعجبكم وتجربوها. وهنا الفيديو ديالنا وصل النهاية ديالو، ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على المشاهدة. ما تنسونيش بلي لايك ولي كومونتير ديالكم، واللي مازال ما انضمتش للقناة تضغط على سبسكرايب صابوني او اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد قناة يوميات سيدتي. شكرا على دعمكم وعلى تشجيعكم ليا، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.